تقدر في السياسة. رغم إقصاء السياسة من المجتمع منذ أمد بعيد، ورغم إحلال ألغاز السلطة المطابقة للخيانة قوميا، يأتي عجز العلم الاجتماعي عن تحليل التشويش والخلط الكامن بين السلطة والإدارة الديمقراطية من جوهرها. مبتزلة إياها إلى قشرة جوفاء واختزال ذاتها الى شكل. هروما دست به بورتوكي ريبار او بوكري نوفي بورتوكي جي القضيه الكرديه ده في بورتوكي دو ريبار او بوشمار بر تيجين هانا جمر شيرو فاردك. طبعا تيجين ما يجي يشتك بكد دندك جوكنا سر اخلاق دندك سر سياسات دندك سر اداره ذاتيه الادارات الغريبه جمر شيرو فاردك. شو فرق ما بين اداره ذاتيه واداره الغريبه؟ هاي تو ريبار او بر تركيز دك سر الاداره الغريبه والاداره الذاتيه. الاداره الذاتيه جفوك بخير، اما الاداره الغريبه بخو هناك هناك دوله مندنا هناك برجواندي خد دماشين سر جفوك، يعني بمعنى جفوك وجهاد ضد قاتمه. اما وقت اداره ذاتيه هابي جفوك اشتبه هذا روح حرتي مؤسسات كيف هذا روح جفوك بريدك هابي ودبي جفوك سياسي ديمقراطي اخلاقي. ام جي بانغ لحمو نوفندن حقوقي انساني دكن مروفي انه ريبر اوبو هاف برتوكنوج مار دار خصنا برتوكنوج اشتك ديرو كل الماخيو دك جوفو كل الماخيو دك حقي جن الماخيو دك ام بوند كن انه ريبرتي ساروكاتي بي برتوكنوج مار دار خصنا انه سج جرتيغاو امرا هيل داركافي و اوزاد بي وار نوف ما و جوفو كي خو بيني ام هاف درب سار كافتي بن و ام بونغ لها لجوفو كي تافوهيد كان انه تفري خستني كونغرس تار ببن وورن نص بكن برتوكا ريبرتي وبيك هينن. لم تتخلص من معاناة من السلطة الإدارية والاستعمارية من الخارج. السلطة هي الحق الذي تنكر فيه السياسة الإدارة بشؤونه وحريته وتأمين الوقية الفردانية فيه. وكلمة السياسة التي دست خودن خوندنه پرتو که کنون بی سه روزا و براستی یعنی خوندنه پرتو که پر گرینگ جمارو لانه هر پی فکته دو بخو یعنی مجاره که موضوع که و گره که نوی تشتی اینو هر در که بلا و به هر انسان پرتو که ری بر آب و بخوینن لانه پر تشتی که گرینگ مارو خود نازده که دفتلی دیرو که خو مارو هر تشتی که تدا نازده که مارو اکید فیده پرش پرتو که دبینه یعنی این تشتی معنی زانی هم زانم دوی پرتوک نادا و هوا یعنی به فکره اینا رو برتی در کستی اول مر رو به فکر رو بلاف دبه یعنی برستی اینا حقی جنه دی حقی هر تشتی که سر به عرده دی دویه و بهوین اینا هر کسی پرتوکه رو بر آب رو بخوینه فانوی برستی اموار تهینه هفته الاخلاق ادارات ذاتیه بالمجتمع دوماً كانت الديمقراطية موجودة في طبيعتها بحكم استحالة التفكير في عدم مشاركة المجتمع فيها.